طيب في سؤال آخر. السؤال الثاني، صيام يوم عاشوراء، أنا صمت يوم واحد وأقول لك يوم قبله ويوم بعده، هل يجوز صيامي ولا ما يجوز؟ طيب شكرا يا محمد. سمي نعم. وعاشوراء صام يوم واحد؟ هذا أقل، هذا أقل ما ورد، لو صام يوم قبله يكون هذا أعمل بالسنة. نعم.